استاذ جلال، لو سمحت عد عليا في المستشفى لما تقدر عشان عايزاك في موضوع مهم. حاضر ان شاء الله يا دكتور. وانت يا شهد معاكي نمرتي، خلاص كلميني لما تبقي محتاجاني. اوكي طبعا يا دكتور، احنا بينا ديل. تاني بالك يا حازم يا دكتور. استني استني يا دكتور ما تنزليش. ممكن الهانم تفهمني مين الاستاذ؟ ايه اللي بتعمله ده يا شريف؟ انت اتجننت؟ استنى يا دكتور، انت طالع مين يا عم انت وبتعمل كده ليه؟ لو يهمك تعرف انا جوز الهانم. في ايه يا شريف؟ انت جاي هنا بتعمل ايه؟ خد عربيتك وامشي. مش همشي الا لما اعرف مين الاستاذ اللي رايحه جايه معاه ده. بقول لك ايه يا باشا، لو انت جوزها زي ما انت ما بتقول يبقى المفروض تحطها على راسك من فوق، مش تقف تجرسها في وسط الشارع. ممكن افهم مين اللي سمح لك تتحشر في الموضوع اصلا؟ خليك محترم واتكل على الله. لو عندك مشكلة معاها في ألف طريقة تحلها بيها غير الطريقة دي. اتفضل يلا. اتفضل. ماشي ماشي يا ملك، أنا هوريك أنا هعمل إيه. اعمل اللي أنت عايزه يا شريف. أنا أسفة أنا أسفة يا جماعة. ولا يهمك يا دكتور، اتفضلي أنا اللي هشوف. كبشة. بتدور ازاي يا فندم؟ شخص غبي، انا مش عارفه بيعمل كده ليه. هو جوز حضرتك فعلا يا دكتوره ملك؟ كان يا حبيبتي واتطلقنا خلاص، بس هو مش راضي يسيبني في حالي. انا هنوصل حضرتك الاول وبعدين نروح. لا 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 مش هينفع، انا اللي هوصلكم. لا لازم عشان ابقى مطمنين عليكي. لا تمام انا كويسه خلاص الحمد لله. معلش يا دكتوره كده احسن، بدل ما يقابلك في اي حته ولا عندك بيت ويعمل لك مشكله. لا لا ما تقلقش، هو اجمل من انه يقابلني تاني، مش هيقرب تاني مني. معلش ريحيني. حاضر. ممكن توصفي لي البيت هنا؟ كمل على طول. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.